جولتنا الصحفية القصيرة مشاهدينا لهذا اليوم خصصناها للأخبار التكنولوجية، والبداية من صحيفة اليوم السابع المصرية التي اخترنا منها لكم تسريب آيفون 8 بدون مستشعر بصمة الإصبع في الخلف. كشف تقرير جديد عن صورة مسربة تكشف رسما تخطيطيا للجزء الخلفي من هاتف آيفون 8، والتي توضح أن مستشعر بصمة الإصبع لا يكون موجودا به، وهو ما يعني أنه سيكون مدمجا مع شاشة OLED الجديدة التي تعتزم أبل وضعها في هواتف آيفون المقبلة. نطالع وإياكم مشاهدين من صحيفة الغد الأردنية فيروس خبيث يتسلل إلى مليوني هاتف أندرويد. كشفت شركة مختصة بالأمن الرقمي أن قرابة مليوني مستخدم لهواتف أندرويد تلقوا تنبيها بتحميل أجهزتهم برنامجا خبيثا يسمى الدليل الخاطئ. مصادر أكدت أن البرنامج الخبيث تسلل إلى الهواتف من خلال عدد من التطبيقات الهاتفية على جوجل بلاي ستور ما بين عامي 2016 و2017. ختام هذه الجولة الصحفية القصيرة مشاهدينا من صحيفة القدس العربي التي عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم تطبيق يغنيك عن استخدام هاتفك أثناء القيادة. تعكف شركة سامسونج منذ مدة على تطوير تطبيق يتولى الإجابة عن الرسائل الواردة على الهاتف المحمول حين يكون المستخدم منهمكا في السياقة، ويتيح التطبيق خيارين اثنين من الرد على الرسائل، ففي صيغة أولى يبعث بإشعارات تلقائية يخبر فيها أن المستخدم بصدد القيادة، وبالتالي فهو قادر على الإجابة، هو ليس قادرا على الإجابة. أما الرد الثاني فيكون من خلال صورة متحركة مسلية.